مرحبا. بلش فصل الصيف وبدأت درجات الحرارة بالارتفاع الملحوظ لا تبلغ ذروتها بشهر آب، وبذلك منكون دخلنا الاعتدال الصيفي اللي بيمتد 95 يوم ليعود يحل الاعتدال الخريفي ب 23 أيلول المقبل، وبتبدأ ساعات النهار بالتقلص وبتطول ساعات الليل بالعودة لطقسنا. ربيع مستقر عم بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، حرارة معتدلة على الساحل ومتدنية على الجبال بساعات الليل، رطوبة عادية البحر متوسط الموج وحرارة 126 درجة. اليوم طقسنا غائم جزئيا مع ارتفاع بدرجات الحرارة وخطيطة على الجبال بفترة المساء، مع نسبة تساقط أمطار بزحلة من أيلول حتى اليوم 510 ملم، السنة الماضية 557 والمعدل العام السنوي 615 ملم. نبقى هلأ بجولة على درجات الحرارة اللي رح تسجل الليلة على الساحل 23، على المرتفعات 19، بالبقاع 13 والأرز 10، وجولة تانية على درجات الحرارة اللي رح تسجل اليوم ببعض المناطق اللبنانية 28 ببينو، 30 الهرمل، العقورة 23 وفقرة 20، بعبدات 27 وبيروت 31، كرخة 29 ونبطية 28، صور 31، والرطوبة عم تتراوح بين 60 و85%، حرارة سطح المي 26 درجة، وسرعة الرياح بين 10 و35 كيلومتر بالساعة، رياح جنوبية غربية. أما كيف رح يكون طقسنا اليوم واليومين اللي جايين؟ ف 23 و31، السبت 23 30، والأحد 22 29، ومنبقى هلأ بجولة على درجات الحرارة ببعض العواصم العربية والعالمية. عمان 18 31، طرابلس 22 27، باريس 10 21، وبرلين 10 25 مع هطول للأمطار. هيدا كان كل شي. باي.